وشوشة. والله لا بعمل ألبومات، لا لسه وفي ألبوم جاي يعني. أكيد السنجل بتاخد نصيبها أكتر، بس لسه بعمل ألبومات لأنه بحب شكل الألبوم يكون واضح للناس. تستعدي لألبوم جديد؟ إن شاء الله في المرحلة اللي جاية، الصيف ممكن ينزل في الصيف أو على دخول الشتاء. أنا عملت خطة جيمي وعيش حياتك مع سامح حسين كان لسه نزل قريب. بصي، هو أنا دايما يعني بحب كل حاجة تكمل التانية، وبالنسبة لي أنا حاسة أن التمثيل بيكمل الغنى، فبركز قوي أن يكون الفيلم فيه مزيكا، فلا بالنسبة لي مش مؤثر يعني. أنت حابة أن أنت تقدمي حاجة في رمضان؟ والله كان نفسي أقدم فوازير بس ما تعرضش عليا لسه. هي غير مش ضد طبيعتي، بس من الناس اللي أنا اتأثرت بيهم جدا، وهي she's my idol، هي شريهان، فإن شاء الله أكون زيها في يوم من الأيام. بصي، والله أنا احترت فكرة أن أقدم نفسي بشكل جديد دي، لأن أنا حابة الشكل اللي أنا فيه، بس يمكن بطور شوية في مزيكتي اللي أنا بقدمها اللي تميزت بيها. ففكرة اختفائي هي ما كانش مقصود قد ما أنا عشان كان جواز وانفصال وخلفة وحاجة كتيرة بلعبك، بس ده اللي عطلني شوية، بس إن شاء الله اللي جاي أحسن بكتير. إيه رأيك في غنى المهرجانات؟ ممكن تشتركي ده يوم مثلا مع حد يغني مهرجانات؟ مش عارفة يعني حقيقة، بس على حسب بقى يعني، على حسب هتكون ازاي يعني. ممكن تعجبني اغنيه فاقدمها، بس انا عموما بحترم كل يعني اي نوع من انواع المزيكا، سبيشالي ان النوع ده نجح والناس بتحبه، فاكيد لازم احترمه واحب اني اقدم حاجه لو هضيف لها. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.